أنا أحمد، عمري 28 سنة، ولد حومة شعبية. نحب أمي برشا ونحلم نفرحها ونخليها فخورة بي. هذاك علاش كملت دراسة السوق وخذيت قرار وين باش نحل مشروعي وباش نفرح أمي ونوريها اللي أنا جاد وبديت نقدم. قلت يلا نحل البتيدة، وغادي وين بدأت رحلتي في اكتشاف إنه ما فماش نوع نظام واحد في البتيندات ولا نوع واحد في الأنشطة. وقلت نسأل وناخو رأي ناس أكثر مني خبرة يقولولي كيفاش نعمل. يا أخي غادي وين زدت تفاجأت، من مراد صاحبي اللي عنده حانوت متاع حوايج، العمك جلال صاحب بابا وكبير الحومة، الخالة راجل أختي اللي تخدم في البلدي. الآراء الكل اختلفت، ولا فما رأي يشبه رأي ولا معلومة واضحة. كل واحد يقول لي على ليستة متاع أوراق، لا ورقة فيهم تتعاود في ليستة أخرى. لا فهمت منين نبدأ ولا أنا نوع بتيندة نختار. خلي عاد كي بدأت رحلتي مع الإدارات، غادي وين زدت ضعت وما عرفتش شنو لازمني نعمل في المرحلة الأولى. زعما كيفاش نختار البتيندة اللي تناسب مشروعي وشنو المراحل القانونية باش نحلها؟